اللي هي ما فيهاش اوفر الوان لوحدها. يا حبيبي ده الانسر اهو، انا شرحته لك طيب يا تبقى حبيبي. 20 لا يا ال1 لا يا ال1 بابا equal 7 over 7. ماشي، 7 اوفر 7 بلس 6 اوفر 7 ماشي. يلا طيب النهارده هناخد حاجه جديده. لو انا جيت قلت مثلا فور اكزامبل فراكشن از اوبريتور، يعني ايه؟ لو قلت 1 اوفر 10 اوفر 10 يعني ايكوال وات؟ سينو سينو خليك معايا، خليك معايا سينو بليز، ركز معايا يا حبيبي، خليك معايا. كانت سيزا سكرين اصلا. ليه يا حبيبي؟ انا شايفك. You can see the screen. My screen ليه؟ طب واي؟ في ايه؟ طيب ايه المشكلة اللي عندك طيب؟ طيب اوكي. شايف السكرين. طيب لو انا جيت قلت 1 over 10 of 10 equal كام؟ 1 over 10 1 over 10 of 10 equal ايه؟ ياد ركز معايا، ياد بليز ركز معايا، سيب اللي في ايدك بليز. يبقى ده ايكوال ايه؟ يعني ايكوال 1 اوفر 10 تايمز 10 اوكي؟ 1 اوفر 10 اوف 10 يعني 1 اوفر الاوف دي كونفرت انتو مالتيبليكيشن تمام؟ اوكي؟ يبقى ده ايكوال كام؟ ايكوال 1 اوفر 10 تايمز 10 اوفر 1 يعني ايكوال كام؟ ايكوال 10 اوفر 10 يعني ايكوال 1. حد فاهم انا عملت ايه؟ حد فاهم انا عملت ايه؟ حد مش فاهم طيب؟ انا ما فهمتش. طيب يا حبيبي لو انا جيت قلت كوارتر اوف 16 يعني ايه كوارتر اوف 16؟ ربع 16 يعني ايه؟ لو انا حاولت اكونفرت البرونانسيشن بتاعي ده انتو ماث بحاول ايه؟ كوارتر اوف 16 يعني 1 اوفر 4 اوف يعني مالتيبليكيشن مالتيبلاي 16 اوكي يا حبيبتي؟ واحنا عارفين ان اي رقم لوحده يعني المفروض تحتيه ايه؟ تحتيه 1 صح ولا غلط؟ صح. طب في المالتيبليكيشن بعمل ايه؟ بعمل الدينيمينيتور تايمز الدينيمينيتور صح؟ طيب يعني ايكوال كام؟ يعني هقول 4 تايمز 1 تايمز 16 يبقى ده ايكوال كام؟ يبقى ايكوال 1 تايمز 16 ايكوال 16 و 4 تايمز 1 ايكوال 4 يبقى 16 ديفايد باي 4 ايكوال كام؟ 16 اوفر 4 16 ديفايد باي 4 ايكوال كام؟ لو جيت عملت سمبليفيكيشن ها يلا يا يحيى يلا يا اياد ايكوال 4 ليه؟ لو عملت دي ديفايد باي 4 والنيومينيتور ديفايد باي 4 ايكوال 4 اوفر 1 يعني ايكوال 4 صح ولا غلط؟ صح. اجين انذر اكزامبل، لو انا جيت قلت ها 1 ثيرد اوف 9 ايكوال كام؟ نحلها مع بعض تاني. 1 third of 9 يعني 1 over 3 of يعني multiply 9 يعني equal كام؟ يعني equal 1 over 3 times 9 over 1 يعني equal 9 over 3 دي multiply by دي ودي multiply by دي يبقى 9 by 3 equal كام؟ يلا اياد 9 ديفايد باي 3 ايكوال كام؟ 9 ديفايد باي 3 فيري جود 3 ايكوال فيري جود يا حبيبي يا يحيى فيري جود يا حبيبي. ياسين مركز معايا؟ انا معاك يا حبيبي ما تقلقش انا معاك. ايه اللي قلقك؟ ياسين رد عليا. ياسين رد عليا في ايه مالك؟ ياسين اوكي ياسين عنده مشكله في الكونكشن.
طيب ال example ده يا ريت نحله مع بعض كلنا. 2 over 5 times 5 equal كام؟ أو ممكن نقولها question بشكل تاني، 2 over 5 of 5 equal كام؟ يلا يا يحيى. بس انا بعد على الشات. لا ممكن نعملها مع بعض كده، نعملها على الشات. خلينا مع بعض الأول، خلينا مع بعض. يحيى وإياد ركزوا معايا بليز. Okay, I'm concentrating. طيب يا حبيبي، فيري جود، يو ار فوكسينج نوت كونسنتريتنج، فوكسينج. يس. طيب بليز فوكس. 2 over 5 2 5th 2 5th of 5 equal what؟ equal 2 over 5 of يعني multiply 5 يعني equal 2 over 5 times 5 over 1 يعني equal 2 times 5 over 5 times 1 يعني equal 10 over 5. 10 over 5 يعني equal كام؟ equal 2. صح ولا غلط؟ بس ياسين معايا يا حبيبي؟ يحيى ياسين مستر ابعت له تشات، ممكن يكون عنده مشكلة في المايك. ياسين عيني مش شايفني او مش عارف، مش سامعني. هو ممكن يكون عنده كونكشن فيها حاجة. طيب كده يحيى واياد وهنا مركزين؟ مركزين معايا؟ مركزين معايا؟ طيب اوكي يلا. طيب لو جبت الكويشن ده بليز. three over seven of 35 percentage equal what؟ 3 over 7 over of 35 percentage equal how equal what؟ يلا please answer and send me by chat private chat. يلا يا يحيى، يلا يا اياد، يلا يا هنا، يلا يا سين. كلنا معانا وايت بيبر، معانا بنسل، معانا رولر، معانا رابر عشان نعرف نحل ونركز مع بعض. رولر وبنسل ورابر. ايوه انا your tools يعني. بنسل يا ياسر ورابر. يلا 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 هاري اب هاري اب، let's save our time، let's save our time please يا جماعه، we don't have any time، we don't have much time يا جماعه. مستر احنا عايزين نعرف ال 75% فراكشن تبقى ازاي؟ 3 over 7 of 35 percentage equal how equal how much؟ I want the answer. مستر مش عارف. نعم. مش عارف اعملها. طيب يا حبيبي مش مشكلة، نعملها مع بعض. بس حاول تفكر at least يعني. At least حاول تفكر please. مستر انا بعت. طيب يا حبيبتي very good، واحدة واحدة. صح؟ انت يعني هنا good very good very good very good answer but incomplete، you will take half the mark. يلا يا اياد، يلا يا اياد it's your turn please يا اياد، يعني hurry up. يا جماعه انتوا شايفيني كويس؟ سامعيني كويس؟ في مشكله عندي في الصوت؟ في مشكله؟ في حد مش شايفني؟ لا. اوكي يا حبيبي انا سامعك. طيب في حد مش فاهم حاجه في اللي احنا قلناه؟ طيب يلا 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 انا يا مستر اللي هي دي اللي حاضر اللي
سؤال انا مش فاهمه حاضر يا اللي حبيبي هو ازاي حاضر هنجيبه اصلا. اوكي يا دي خلص ونعمله مع بعض. حاضر يعني هنا اشتغلت فيه شويه، حاول تشتغل انت كمان زي ما هنا اشتغلت فيه، مش شرط تجيب لي فول انسر. يلا نخلص مع بعض نشتغل مع بعض. مستر يعني انا عملت طيب دي ايكوال دي ايكوال 3، ها دي ايكوال 3 مش عارف يعني اوفر 7 اوف يعني ايه؟ يعني مالتيبلاي 35 برسنتج. هي عشان كلمه برسنتج خايفين منها؟ لا ما تخافوش منها عادي جدا، هنتعامل منها اكنها رقم عادي، يعني اكني بقول 3 اوفر 7 دي 35 اوفر 10 اوفر 1، يبقى 3 تايمز 35 برسنتج ديفايد باي 7 يعني ايكوال كام؟ ايكوال 105 ديفايد باي 7 برسنتج. يعني ايه لو جينا عملنا ديفيجن يعني ايكوال 15 برسنتج. اوكي اوكي ياسين اي كان هير يو، ياسين اي كان هير يو. فاهمين يا جماعه؟ فهمت يا يحيى؟ فهمت يا اياد؟ لا يس ما انت يحيى مش مركز معايا، يا يحيى انت مش مركز معايا، انت بص ما بتعرفش تبص فين، اكيد مش هتفهم معايا. انت بقول لك كونسنتريت معايا بليز يا حبيبي. يبقى انت مش مركز معايا، هتفهم ازاي؟ طيب طيب انا خلي بالك بس عشان بقول لك النهارده عايزين نشرح عشان وي جات نو تايم، فبليز كونسنتريت يا يحيى. 3 اوفر 7 اوف 35 برسنتج، 3 اوفر 7 هي 3 اوفر 7 اوف يعني مالتيبلاي 35 برسنتج هي 35 برسنتج، بعمل ما وبعمل مالتيبليكشن عادي 7 تايمز 1 و 3 تايمز 35 اهي. مستر هي مش برضه ممكن اعملها سيزر؟ لا مش سيزر، لا مش سيزر، دي مش ايكوال سيزر. 3 باي 1 لا يا حبيبي، 7 باي 35. لا يا حبيبي انت فاهم، انت فاهم، لا انا انت كده حافظ مش فاهم. بليز يعني كونسنتريت معايا، فوكس معايا، ما تحفظش يا حبيبي بليز ما تحفظش. 3 تايمز 35 ديفايدد باي 7 ايكوال 105 ديفايدد باي 7 يعني ايكوال 15 برسنتج. اوكي يا اياد؟ اوكي اوكي يا هنا؟ يحيى اوكي بليز فوكس يا يحيى، فوكس يا يحيى بليز. طيب ناخد اكزامبل كمان. اوكي طيب لو جيت بقول لكم 2 اوفر 9 اوف 18 برسنتج ايكوال ايكوال هاو مات ايكوال هاو وات ايكوال وات برسنتج ايكوال دوت برسنتج. يلا يا هنا، يلا اياد. مصر كان يكون جيت فينس فاست. تمام يا مستر، نعم. هو احنا ازاي بنجيب الهي اللي تحت؟ عشان انت عشان بتلخبط الهي اللي تحت. بعتبر يا حبيبي يحيى ان 18 ديت اوفر 1، اي رقم احنا قلنا اي رقم، اي رقم في الدنيا 9 8 لا ال 9 اوفر 9 اوفر الهي 1 اوفر 9 تحت اوفر 1 اوفر 1 بعمل مالتيبليكيشن عادي. مستر هو ايه 9 اوفر 9 اوفر 1 و 8 اوفر 1 ده و 2 اوفر 1 بقول ليحيى ان اي رقم لوحده لو ان 7 2 اور 3 دي ارقام كانها اوفر 1، اكن رقم اوفر 1، اكن رقم اوفر 1، فاهمني؟ I'm giving him examples only. Gracias.
يلا يلا. لا لا يا هنا ماشي يعني، كملي اعملي ديفيجن بقى، اعملي ديفيجن، اعملي صح كده انت، ده كده فيرست بورت، اعملي اعملي سمبليفاي بقى، سمبليفاي. مش احنا خدنا سمبليفيكيشن للفراكشن يعني 36 اوفر 9، نعمل سمبليفيكيشن ليه؟ وات تايم از 9 ايكوال 36؟ انا بكلم مع هنا. خلص انت قلت حاجه ثانيه. اكسلنت. بس ايه بقى ناقص اخر حاجه؟ انا اقول ايه غلط يو يعني اولموست دان، بس كونسنتريت شويه. انا اقول ايه ايه الانسر؟ ايوه يو الانسر ايه يا هنا؟ بصي الانسر يطلع زي ايه، برسنتج. يلا اياد مثلا هي صح ولا لسه غلط؟ صح ولا غلط؟ لا انا غلط. يلا اياد اوكي يا حبيبي، انا مستنيك معاك 1 مينت. يحيى يحيى ريدو ات اجين، يو didn't get the correct answer please. اكسلنت يا هنا، اكسلنت يا هنا. طيب اياد، اياد ليه ما حلتش؟ اياد ما بعتليش ليه؟ اياد ان كلهم بيحلوا انا واقف في اخر حتة مش عارف ليه يا احلها. حبيبي ليه؟ ما تبص فوق اهي 2 اوفر 9 دي ايكوال كام؟ 2 انا عملت كل طبعا، انا اخر حتة اللي هي ال 15 2 اوفر اوفر 9 اوف يعني اللي ايه؟ هي اخر حتة يعني مالتبلاي 18، 18 اهي زي ما هي 18، دلوقتي و18 دي يعني هاكل ان انا 18 اوفر 1 صح؟ صح كده ولا غلط؟ يبقى ايكوال كام؟ 2 تايمز 18 و9 تايمز 1، 2 تايمز 18 ايكوال 36 ديفايد باي 9 صح؟ لو جيت قلت دي هتعمل سمبليفيكيشن، هعمل دي ديفايد باي 9 والدينومينيتور ديفايد باي 9 يعني ايكوال 4 اوفر 1 يعني ايكوال 4%. ايه الصعب في كده بقى؟ قول لي ايه الصعب في كده؟ نفس السيكونشال اللي انا بشتغل بيه. I cannot understand. الحمد لله على السلامة يا ياسين، أنا عمال أشرح من الصبح يا حبيبي.
الحمد لله على السلامة. الساوند وايز. طيب يا حبيبي انا هحاول اشرح لك يعني ايه، هحاول اشرح لك تاني. اوكي الحمد لله على السلامة. فهمت كده إيه؟ يا سلام. فهمت يا يحيى؟ او طيب اه اوكي هناخد اكزامبل تاني. لو قلت ياسين، ركز معايا بقى، ركز معايا اياد، 1 over 4 of 20 percentage يعني equal كام؟ quarter of 20 percentage يعني equal كام؟ quarter of 20 percentage equal كام؟ 5 ايه؟ 5% ايه؟ جت منين؟ جت منين؟ 20 divided 1 over 4 4 1 over 4 ياسينو 1 over 4 اهي of يعني بعمل multiply. اوكي 20 percentage تنزل زي ما هي 20 percentage، وانا عارف ان 20 تحتيها 1، اي رقم تحتيه 1 صح كده؟ صح. ماشي يبقى 4 تايمز 1 و 1 يعني تايمز 20 يعني ايكوال كام؟ ايكوال 20 ديفايدد باي 4. اوكي اعمل سمبليفيكيشن، ديفايدد باي 4 اديني ميزر، ديفايدد باي 4 ان ايكوال كام؟ 5 اوفر 1 يعني ايكوال كام؟ 5% زي ما قال مين؟ زي ما قال اياد. اوكي لا مش مشكله بإياد، انت ركز معايا، ركز معايا يا سينو. مركز. طيب خلاص. طيب لو انا جيت قلت لكم يا جماعه السؤال ده هحاول اعمل بيه ميكس بين الميكس نمبر والامبروبر فراكشن والايه والاوبريتور، يعني لو جيت قلت 1 اوفر 33 اوفر 3 1 اوفر 3 اوفر 7 اوف 20 برسنتج ايكوال هاو ماتش. يلا كل واحد بقى يحاول يحل ده درس من المره اللي فاتت، درس السنه دي، درس النهارده، نحل مع بعض الكويشن ده بليز. اسمه ايه؟ ده ميكسد نمبر، نحول ميكسد نمبر لايه؟ لامبروبر فراكشن. يبقى ايكوال كام؟ نحول حولت اول حاجه، اول حاجه نحول الرقم ده لايه؟ لامبروبر فراكشن. حوله لامبروبر فراكشن اول حاجه. يلا يا سينا خليك معايا، ركز بس مالكش دعوة. يلا يا اياد، يلا يا يحيى، يحيى برافو عليك يا يحيى، بتحل، برافو عليك، شايفك بتحل. يلا يا اياد، ايوه يلا يا هنا. ماما الشاشة طلعني كده. أنا هروح الشات عشان أكتب الأنسر. ياسينو مش مشكلة، اكتب انت في ورقة في بره ورقة وقلم وبعدين نتكلم مع بعض، أهم حاجة ركز معايا بس، مش مشكلة دلوقتي. لما دي أحلها عارف. طيب يا حبيبي يلا.
طيب نحلها مع بعض عشان انا كده لا لا ما كده we are losing time ياسين معلش. بدي ايكوال كام لو هنحول الميكسد ممكن نمبر تكسر عشان نحولها الميكسد نمبر بس تكسر 1 مومنت. طيب اوكي 1 مينت حاضر حاضر اوكي. احنا يا جماعه عايزين ناخد اكبر قدر من الاكزامبلز يا جماعه، احنا امتحاننا الاسبوع الجاي خلاص. انت اخدت امتحان في المدرسه؟ لا انا فاكر اللي احنا اخدنا امتحان ماس. طب اخدتوا اي شيتس في المدرسه؟ بتاخدها اي شيتس في المدرسه؟ احنا ما ناخدش بنحل في شيت. طيب ماشي. انا ليه سالتكم المره اللي فاتت قلت لي ما حدش بياخد شيتس معانا، مش بناخد شيتس ليه؟ لا بناخد، انا قلت بنقل اوكي انا بقى ما بي. انا طلبت منكم كذا مره لو حد اخد شيتس في المدرسه يبعتها لي عشان نحلها مع بعض. اوكي يلا. طب انا امتحان، نعم احنا طبعا لو احنا في المدرسة هو قاعد معايا دلوقتي وانا ممكن اوريهولك. وانا لا يا حبيبي معايا 2. خلينا دلوقتي، خلينا بس نكمل الليسون بتاعنا. المفروض الليسون ده انت خدته، ابعت المفروض الليسون ماضي الانسر المفروض الليسون ده انت خدته في المدرسة يا جماعة، المفروض الليسون ده انت خدته في المدرسة. بجد. ايوه طبعا. البرسنتج ما خدناهوش لا يا حبيبي خد من المدرسة. ده درس قديم مع الفراكشن. احل هتحله ولا ابدا احل انا؟ جبت الإجابة. اوكي لا لا ياسين. اوكي دي ايكوال كام يا جماعه؟ دي ايكوال كام؟ يحيى لا ما انت مقصر 7 تايمز 1 بس عشان احول ديت امبروبر فراكشن ايكوال كام؟ بعمل 7 تايمز 1 بلس 3 صح؟ 7 تايمز 1 ايكوال 7 بلس 3 يعني ايكوال 10. 10 اوفر 7 اوف يعني ايه؟ يعني مالتي بلاي 20 20 زي ما هي اوفر 1 يعني ايكوال 200 over 7 percentage. لو عايزين نحول دي لديسمال نمبر يعني احولها برضه للفراكشن يبقى بعمل 200 divided by 7 اهو، ادي 200 وادي 7. نركز مع بعض في الايه؟ في الديفيجن. ادي 200 اهي، ما دام ال 2 اول رقم اقل من 7 بيبقى going to the next number، بحط هنا 0. what time is 7 equal 20؟ مفيش، اقرب حاجه خالص 2 ولا 3؟ لا ال 2 2 تايمز 7 ايكوال 14 سبتراكشن 20 ماينس 14 ايكوال 6 وانزل الزيرو تحت صح؟ وات تايمز 7 ايكوال 60 6 تايمز 7 7 ابعت الانسر. ركزي معايا هنا بليز، ركزي معايا. اوكي بعمل ديفيجن دلوقتي، وات تايم 7 ايكوال 60؟ مفيش حاجة، أقرب حاجة لل 60 ال 8، يبقى 8 تايم 7 ايكوال 56 ماينس 60 ايكوال 4. أحط هنا بوينت، أحط هنا 0. وات تايم 7 ايكوال 40؟ مفيش حاجة تايم 7 ايكوال 40، أقرب حاجة ل 5. 5 تايمز 7 ايكوال 35. اوكي وكده كفايه قوي، يبقى ايكوال 5. يبقى انا ممكن ايكوال كام؟ 28.5%. اوكي اعمل لنا نعملها باللونج ديفيجن عشان عايز اتعلم ديفيجن. طيب ما شاء الله. حاضر ناخد مساله كمان، ناخد مساله كمان. دي ده الدرافت بتاعي بخليه على جنب كده. مسألة كان لو قلنا 1 and 3 over 6 of 10 over 30 اوكي over 30 percentage
بلس 1 and 2 over 6 of 42 percentage. حد يعرف يحل المسألة ديت؟ دي عبارة عن كم مسألة؟ أربع مسائل في بعض. Four questions in the same time. Four questions. عندي أول question أنا بحول أول حاجة أحول ال mixed number into improper والmixed number into improper. وبعدين بطلع ال value هنا. بعمله plus ال value دوت. أوكي؟ يلا. دي معاكم فيها دقيقتين بالظبط. يلا ورقة وقلم كده نكتب السؤال واحدة واحدة، نحول الميكسد نمبر لإمبروبر، وبعدين هطلع الفراكشن البرسنتج واجمعهم مع بعض. يلا يا سينو، يلا يا هنا، يلا يا يويو، إياد أنت مش شايفك يا حبيبي. Really? Okay, one moment. ايوه كده يا حبيبي يلا. الامتحان بتاع الفاينل امتى يا جماعه؟ الامتحان بتاع الفاينل اول امتحان على ما اظن. ايوه امتى يعني يوم ايه؟ يوم الثلاث. يوم السبت. لا الجمعه. يوم الثلاث المستر. يوم الثلاث. يوم الاثنين. الانجلش يوم الاثنين. اوكي انتوا كل واحد فيكم بيقول معايا. طب خلاص خلاص كملوا كل فيك بيقول معايا. جميل جدا. يلا يا جماعه يلا خلاص خلص. خلاص خلص. ابدا احلها انا ولا ايه؟ طيب كمان دي ابدا احل. ايه كل اللي احنا خدناه يعني؟ كل اللي احنا خدناه من اول حصه. يعني ايه مش فاهم يعني؟ عايز سوري واحده بس انا مش فاهم حرفيا يعني. يعني ايه كل اللي احنا خدناه؟ طب انت بتحل ايه ده تعمل ايه؟ بتحل ايه ده تعمل ايه؟ الانسر بتاع نمبر 1. تمام اوكي صح. لا خالص. دي ميكسد نمبر يا سينا، عايز احولها امبروبر يا بابا. انا بحول زي ميكسد نمبر دي امبروبر. بعمل ايه؟ 6 تايمز 1 6 تايمز 1 بلس 3. 6 تايمز 1 ايكوال 6 بلس 3 ايكوال 9. يبقى 9 اوفر 6 اوف يعني تايمز 30 percentage يعني equal 9 times 30 over 6 times 1 9 times 30. طيب 9 times 30 equal to 170 divided by 6 percentage plus البرسنتج بكتبها زي ما هي يا حبيبي مش بجنبها. 1 and 2 over 6 1 times 6 product plus 2 6 plus 1 6 times 1 equals 6 plus 2 8 8 over 6 of يعني of يعني multiply يعني times 42 percentage
42 percentage over 1 يعني دي هيبقى بلس 8 تايمز 42 يكوال كام يا جماعة؟ اهو 8 تايمز 42 اهو ادي 42 وادي 8 multiply 8 تايمز 2 يكوال 16 6 and I have 1 8 تايمز 4 يكوال 32 and 1 33 يبقى 336 divided by 6 percentage. اوكي السؤال دي مهمه جدا. طيب يبقى انا كده عندي 270 over 6 plus 336 over 6 البلس بعمل ايه في البلس؟ ايكوال كام هنا؟ حد يملين في البلس 270 plus 336 over 6 percentage. نعرف نعمل long summation 270 plus 336 equal 606 6 plus 0 equal 6 7 plus 3 equal 10 0 and I have here 1 1 plus 2 equal 3 but equal 6 but equal 606 divided by 6 percentage صح؟ طب نعمل division اهو division يعني ايه؟ اهو ادي 6 وادي 606 6 divided by 6 equal 1 1 divided by 6 equal 6 0 اوكي والزيرو زي ما هو 0 0 times 6 equal 0 وننزل 6 1 1 times 6 equal 6 0 بيكوال كام؟ equal 101 percentage. مسألة طويلة؟ المسألة طويلة مسألة طويلة مسألة طويلة بس very easy مفيهاش أي حاجة systematic صح ولا غلط؟ صح المسألة مفيهاش أي حاجة غير إن هي systematic بس أنا محتاج كل أنت تركزوا معايا في الحاجات دي لأن الحاجات دي بتبقى very easy وممكن ممكن لو أنتوا غلطتوا فيها تغلطوا في المسألة كلها. حد فاهم حاجة؟ انا طيب يحيى يا كنت بتقول لي عايز تعمل عايز ورقة فيها ريفيجن لكل الحاجات اللي احنا خدناها مع بعض صح؟ صح يا اد؟ مين كان طلب مني بيبر فيها كل حاجة اللي عايزينها مع بعض؟ ايوه هو يا طيب انا ان شاء الله عم احضر لكم ريفيجن اهو لو النهارده ممكن نحلهم نبدا نحلهم مع بعض ان شاء الله. يلا بينا يلا بينا يلا اول سؤال يحيى يلا بينا يحيى يلا تيك correct inside the shape with only correct inside the shape with only one reflex angle with only one reflex angle one reflex angle okay مستر بي نمبر سي from up and ادي نمبر A ادي نمبر B نمبر C نمبر D نمبر A from down and نمبر C نمبر C and D and F مستر C مستر C and D انت عامل حاجة بسرعة ماشي احنا هنكمل عادي يا اد اعمل اللي انت عايز تعمله قول يا احمد D و D سي ودي فين الريفلكس بتاعت سي؟ السي اللي هي ورا هنا ينفع اعمل دي اللي هي اعمل سيرك هي دي تمام والناحيه تمام دي مش ريفلكس دي 90 ديجري دي مش ريفلكس انجل اوكي دي 90 ديجري هي ايه؟ دي 90 ديجري دي 1 ريفلكس انجل لكن دي فين؟ دي اهي نمبر دي الثانيه نمبر دي اللي هي ايوه هي دي طب ودي ايه تنفعش دي تو ريفلكس وقال لي اونلي 1 كنت كونسنتريت في السؤال اونلي 1 ريفلكس انجل بس عشان هم مش عاملين سيركل عن دي فهيكون نمبر سي نمبر سي اوكي نمبر اي لا لان دي 1 ريفلكس دي اوبتس تمام نمبر اف دي اوبتس
دي اف دي اوبتس. نمبر ايه؟ لا نوت انجل. تمام. نمبر سي اهي الريفلكس انجل اهي. ماشي اوكي يلا. طب يبقى الاجابه ايه؟ نمبر سي. يلا رايت 7 اوفر 10 از ديسمال. يلا كل اللي بعتي برايفت 7 اوفر 10 از ديسمال. لا الاسئله دي من امتحان. الاسئله دي من الامتحان. الشيت اهي بتاع الشيت دي اللي احنا خدناها في المدرسه دي واحده منهم. طيب يا حبيبي بعت يا مستر. اوكي فيري جود. بعتي برايفت يا هانا بليز. يلا يا سينو. المواد برايفت. لا هي مش برايفت. الإجابة صح؟ أيوة صح. مصر أبعت لك اللي تحتيها كمان. فين تحت؟ لا استنى صح. ليه يا سينو؟ ليه 0.6 كده؟ 6 يا سينو هي 7 أصلا. سيلفر أنا 10 كتبتها 7. 0.7. تمام انا كتبت الرقم غلط اتلخبطت. طب خلي بالك. يلا السؤال دوت انا بعت لك انسر برايفت. ايوه كل اللي بعت لي انسر برايفت. نقرا السؤال مع بعض الاول يا اياد. اقرا السؤال يا اياد. اقرا السؤال ماشي. Mia cleans her teeth in 3 minutes. When she finished cleaning her teeth, that clock shows. Right, the time that clock showed when she started cleaning her teeth. Very good. Keep. Finish. اللي يحل اللي يبعت لي الانسر هقول له ليه. اوكي ماشي. بعتها برايفت مستر. صح يا ايوه. يا مستر send it right now. هي very easy. يا انا اللي اصلا كنت حللها في الفصل ساعتها. اقول لك يا مستر ليه؟ بيكوز لسه لما ياسين يخلص ومحمد يبعت لي. محمد دخل ماشي السلام عليكم بس ماشي اوكي. وانا تبعت لي. يلا فيري جود يا هانا. بس محمد 7 يا حبيبي اكتبها ارقام يا حبيبي. ليه 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 ارقام وحروف؟ اكتبها 1 جاست ديجيتس جاست نمبرز. لا اصل عندي الكيبورد معلق. كل واحد مره الكيبورد معلق مره الكاميرا معلق. اوكي طيب يلا ايه قولي لي. قولي لي من ناحيه النمبرز يا مستر. عشان احنا واقفين ايوه عند كلوك كانت ادي الاور اهو 8 o'clock 2 minutes and 20 seconds. اوكي فاحنا لو هنا هنشيل ال 2 minutes دي هتبقى 59 وال 8 هتبقى 7 عشان هننقص كده 1 hour فهتبقى 7 وال seconds هتفضل زي ما هي. seconds زي ما هي اوكي 20 بعتها صح يا مستر. وبعدين هتبقى ايه ال minutes ال minutes 7 hour 7 very good point 52 59 59 excellent minute 20 second. very good very good. حللها مع مستر. اوكي المستر اللي في المدرسة. اوكي يلا السؤال دوت جميلة uses identical triangle tiles to make a letter J. Shade 30% of her J. 30% يعني 30% يعني 30% يا جماعة 30 percentage يعني كام؟ يعني 30 over 100 يعني 3 over 10 صح؟ انا عندي كام؟ how many triangle؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى انا هعمل شيدنج لهاو ميني تراينجل مستر مش هو ده الشيء يا حبيبي. طب ما تركز معايا. ايه هو ده الشيت او مش هو ده الشيت يا سيدي؟ ما تخليك معايا ركز في اللي انا بشرحها يا بابا. 5 only 5 ليه؟ هو 3 over 10 يبقى انا اي شيت هاو ميني تراينجل؟
3 بس. وهو يرى التن يوم تن. يبقى I will shoot only 3 triangles اهم. ايه ده؟ How come يا مستر؟ ليه اوفر تن يا ايه؟ ليه اوفر تن؟ هو بيقول لي وانا هو الفراكشن قد ايه يا ايه؟ ماشي اه فهمت مستر. طيب لو قال لي طيب اوكي لو انا قال لي 50 percentage هنعمل 5 over 10 انا بقى يبقى هو 100 ترينجل يبقى 5 ترينجلز صح. طب لو قال لي لو قال لي مثلا فور اكزامبل لو قال لي 25 percentage يبقى اي ويشيد هاو ميني ترينجل. لو 20 لا وات اكسلنت يا هانا اكسلنت يا حبيبتي 2 and a half if 25 percentage يبقى I will shade how many 2 and a half. اكسلنت اكسلنت اكسلنت. طيب ماشي لو قال لي 75 percentage ماشي لو قال لي 75 percentage 7 and a half 7 and a half اكسلنت اكسلنت كده احنا فهمنا. طيب السؤال ده نبص عليه وتحب وتبعت الانسر برايفت. ده بلوت ده بلوت شارت بيقول لي A B C D form is a rectangle estimate the coordinates for of point of point B. يلا كله ميوت اول ابعت لي الانسر برايفت بليز. استيميشن استيميشن يعني ايه؟ يعني not very accurate but most probably correct. كوردس يعني x and y يعني عايز رقم يعني يعني brackets x and y give me answer as a coordinates. يا يويو انت فاهم يا حبيبي بس اكتب الرقم صح. اوكي could be 6 and 6 صح ليه could be 5 could be 6 and 6 could be 7 زي ممكن دي ممكن تبقى 7 وهنا 6 ممكن تبقى كده ممكن تبقى 7 and 6 could be 6 and 6 right. يبقى مش شرط 6 and 6 احنا ايه I send my answer is it correct. كل ما بعتها لي انسر كوريكت واضح ان انتوا خدت الكويشن دي قبل كده بس you must think برضه you must think. اوكي طيب الحمد لله وساعتها انا السؤال ده اعتقد. طيب فيري جود. طيب اوكي ومعرفتش تحله. طيب حليته. طب يلا نشوف مع بعض السؤال نشوف مع بعض السؤال دوت نشوف مع بعض السؤال دوت. يلا here are some numbers draw a ring around two numbers that have a product that is a multiple of 100. سؤال قدامك اهو مستر هيجيب لي انسر. فين الانسر؟ 145 and 225. لا يا حبيبي بس يعني ليه يا محمد؟ هم اصلا المفروض كلهم يبقوا في دي. طب ممكن نركز مع بعض؟ يعني ايه مالتيبل اوف 100؟ هاف مالتيبل اوف 100 المالتيبل هي 100 200 300 like this. لا ركز يا محمد على فكره هي اللي ما انت قلت لي الاجابه الاولانيه انت الاجابه غلط. درو ارينج يعني ايه مالتيبل 100؟ لو جينا قلنا 5 قلنا 5 هنحلها. طيب ماشي ماشي بعمل ايه؟ بشوف تو بشوف الملتيبليكيشن بتاع تو نمبرز لازم لازم البرودكت كود بي ديفايد باي 100. مثلا انا بعت لا يا حبيبي وانا برضو لا مش 5 and 8 ليه 5 and 8؟ لا انا عايز تو نمبرز تو نمبرز لو انا عملت الملتيبليكيشن اوف ذيم the product could be divided by 100. I send it يا مستر.
لا بص يا، لو انا كده عملنا 5 تايمز 8 ايكوال كام؟ 5 times 8 equal 40. 40. لو انا عملت 40 divided by 100 ايكوال كام؟ 40 divided by 100 0.4 ديسمال بقى نوت، يبقى نوت. لو جيت قلت 8 تايمز 145 1600. لو جيت قلت 1160 divided by 100 equal كام؟ equal 11.6 برضه ما تنفعش. طب لو جيت قلت 8 times 225 equal كام؟ equal 1800. لو جيت عملت 1800 divided by 100 equal كام؟ equal 18. 18 اهي، يبقى ال 18 دي رقم ايه؟ رقم ريل نوت ديسيمال. يبقى 8 and 125 are two numbers that are a product that is multiple of 100. فهمنا؟ بص مش هكون معاك كده في الامتحان. يعني mostly you won't have a calculator in the exam. Okay؟ What؟ Okay؟ فهمنا؟ قلت ايه ما سمعتكش؟ Mostly you won't be able to use a calculator in the exam. Of course. But I think in year 6 we will use it. إن شاء الله السنة الجاية عليك خير. You will use it in paper 1 only, not in paper 2. Sorry, in paper 2, not in paper 1. طيب السؤال دوت ممكن مين يعرف يقرا السؤال دوت؟ يلا يا محمد. انا اياد، انا اياد احمد. محمد ما حلش معايا ولا حاجه النهارده، يلا يا محمد. Oliver has $3. He spent 3 over 10 ايوه of his money. ايوه. And on one piece of fruit. Write down the piece of fruit Oliver wants. Orange. ليه اورنج ليه؟ يعني ايه 3 over 10؟ يعني ايه 3 over 10؟ يعني 3 from 10. طيب هو قال لي he has 3 from 10. he has 3 dollars. يبقى 3 over 10 of 3 dollars. صح؟ صح؟ يعني ايه؟ يعني ايه 3 over 10 of his؟ هو قال لي Oliver has 3 dollars. he spent 3 over 10 of his money. his money اللي هي كام؟ اللي هي 3 دولارز صح؟ يبقى هو he spent 3 over 10 of his dollar of 3 dollars. يعني ايه 3 over 10 of 3 dollars؟ يعني 3 over 10 times 3 يعني equal 9 over 10 يعني equal كام؟ 0.9 دولار. ليمون اللي هي ايه؟ جري فروت. فهمنا؟ ليمون. ليه ليمون؟ ليه يا حبيبي ليمون؟ دي 9 سنتس. 9 سنتس خلي بالك، دي 90 سنت. 90 سنت مستر ينفع اقول اجابه؟ انا قلت هي اجابه واحده خلاص، هي جريب فروت. اياد تو ماتش نويز. اياد مستر جراب فروت واورنج. نو جريب فروت اونلي نوت يو كان سي اورنج بيكوز هي سيد تو مي ذا اوليفر سبنت 3 over 10 of his money. He only got $3. So 3 of 10 of $3 equal 9 over 10 dollar. Which means 0.9 dollar. Okay? And 0.9 dollar is equal to 90 cents. Okay. Okay? Okay. It's a tricky question and you need to focus. You need to focus. Okay. Yeah, very easy. Yes, it is easy, but you need to focus. طب if he said to me الإجابة كلها هتبعتها لي إيه؟ private. If Oliver had only $2, answer the question. Instead of three, بدل three, he will only get $2. What will be the correct answer?
kindly send it to me privately. Thanks. يلا يا محمد. محمد انت شاطر، ركز في الحته دي. يلا يا محمد، ايوه غمض عينك كده وضيقها، ضيق عينك شويه كده وايه ركز. أيوة. يلا ركز يا محمد. ليه 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 ابل ليه ليه $2 instead of 3 حط 2. يلا يا ده ابعت لي الانسر بليز، ابعت لي الانسر، ما تكتبش، ابعت لي الانسر يا هنا. اللي بعت ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة؟ $2 طيب هشرحها مع بعض. مش هو قال لي $2 يعني 3 over 10 3 over 10 يا مستر of... اورنجز. طيب يا مستر انا بعته اورنجز. طيب ممكن. طب انا شفتكم والله. وانا طب انا بقى... طب انا هحلها ازاي؟ طيب بص يعني اشوف انا هحل ازاي كده. قول انت عايز تقول 2 over 10 لمن of $2 يعني ايكوال كام؟ يعني 2 over 10 تايمز 3، 3 over 10 تايمز $2 يعني ايكوال 6 over 10 دولار يعني ايكوال كام؟ يعني 0.6 دولار يعني ايكوال كام؟ يعني 60 سنت يعني مانجو. مانجو فيري جود. طب ما انا بعت كده بعتي مانجو؟ ما جاليش منك مانجو خالص، جالي منك 60. انا جبت 60 مش مانجو يعني. هو بي... هو السؤال انا بعت اورنج مش اورنج والله يا يحيى، هو انت بتزعق لي ليه يا حبيبي؟ مش اورنج والله يا بابا. مش اورنج يا حبيبي، انا قلت لك سامسونج وبرده. لا يا بابا والله مش بالعافيه السؤال يا بابا، مش بالعافيه، مش لازم بالعقل يا بابا مستر. بالعقل يا حبيبي، مش بالصوت العالي ولا بالعقل ولا بالعافيه، بالعقل يا حبيبي. انا قايل لك ايه $2 3 اوفر 10 اوف $2 يعني كام؟ يعني 60 سنت. فين ال 60 سنت هنا؟ اهي مانجو. بس انا بدل ما ابعت مانجو بعت 60. ايوه حياتي، ما انا عارف انك فاهمه، انا عارف انك فاهمه، بس يو ماست رايت مانجو بيكوز هي وونت تو نو ذا تايب اوف ذا فروت. اوكي اتس نوت اباوت نمبرز، اتس اباوت اندرستاندينج. بس برضه ممكن الاورنج، هي برضه ممكن تكون الاورنج مش لا والله ما مش اورنج يا يحيى، مش بالعافيه يا بابا، مش بالعافيه. انا كذا مره اكسبت يور ميستيكس يا يحيى تو اندرستاند، اكسبت يور ميستيكس تو اندرستاند. اوكي فوكس. الاورنج عندها 30 سنت، المانجو 60 سنت، هي 60 سنت من 30، ازاي تبقى 30؟ طيب سؤال، احنا ممكن إيه؟ نجيب تو اورنجز يا حبيبي. هو السؤال he want to get one type only. هو قال لك ايه؟ write down the piece of أوكي. fruit one piece only. ال piece ب 60 سنت مش two piece. يعني هم عايزين، انا مش فاهم السؤال. هو بيقول لك عايزين عايزين فروتايه. فروتايه بالظبط. one piece very good صح. one piece. طب ما يا 9 سنت انا ممكن اشتريهم كلهم عادي جدا. يا حبيبي لا، هو بيقول لك جيب حاجه واحده بس. هو بيقول لك واحده. One piece of fruit. أنا ممكن أختار ده وممكن أختار ده وممكن أختار ده. لا يا حبيبي لا، ما ينفعش. وعلى حسب الفلوس يا، هو بيقول لك spend 3 over 10. Yes exactly. Very good يا محمد. السنت مش السنت equal 100 سنت equal $1. Yeah. لا 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 ثانية، ال $1 ممكن أسيب أبل. هيبقى لي $2 and 1 cent.
لا يا حبيبي ما ينفعش ما ينفعش. طب السؤال اللي بعديه يلا مين يحب يحل معايا؟ أنا هنا يا جماعة ما حلتش معايا خالص. هنا يلا يا هنا. ياسين انت An airplane traveled from London to Vancouver. Vancouver, very good. Vancouver. Yep. The airplane leaves London at 13 o'clock. 13 a. لا 13 هنا ما فيش حاجة اسمها ام وبي ام، ما قالك 13 يعني 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 الساعة كام؟ الساعة واحدة يعني 1 بي ام. بي ام يعني 13 ديت يعني ايه؟ 13 ديت يعني ايه؟ 16 دي يعني 1 بي ام. بي ام يلا هاري اب. The journey takes 10 hours. Very good. The time in Vancouver is 8 hours behind London. Okay. Behind يعني ايه behind؟ يعني ايه the time of Vancouver is 8 hours behind London. After. Before. After معناها بعد لندن. تمام. After before. طب كمل كمل كملي كملي يا هن. Complete the sentence. When airplane arrives in Vancouver, the time in Vancouver is A and the time in London is A. يلا بس انا جايب لك الصاروخ. طب يلا يلا نحلها. واللي هيعتري يبعتها يقول لي ليه. يلا يا محمد. ركز يا يحيى. يا يحيى ركز يا يحيى حبيبي ركز يا بابا. ليه قال لك 10 hours behind؟ لا يا مش دي لندن، لندن مش فانكوفر. فانكوفر فانكوفر اول حاجه ايه اهي نمبر ايه عايز اجيب ايه ايكوال كام ام بي ايكوال كام. اوكي اللي يبعت لي يقول لي ايه ايكوال كذا وبي ايكوال كذا. يلا هري اب. لا ازاي؟ فانكوفر از 15 اند لندن از 23. ايوه طب ما انا كده صح. ازاي صح؟ انت كده كاتب 12 اللي هي 23 15 عشان تكون عنصر. يا رب يا مستر تقول لي صح. انت ليه يحيى يعني ليه من اصلا يحيى انت صح بس انت عكست يعني المفروض هي فانكوفر هي الاي هي 15 ولندن هي 23 اوكي. انا اتلخبطت. تمام اوكي حبيبي. يلا نمبر 28 نمبر 28. يلا ياسين انت ساكت ليه ياسين؟ ياسين يلا. لا اتسكت ليه يا ياسين؟ كنت بحل. طب حل معايا نمبر 28. ايه نمبر 28؟ يلا محدش يا جماعه يتكلم. خلي ياسين بس يتكلم بعد اذنكم لو سمحتوا. بليز يا جماعه. Please ask dinner with 8 equal parts. ايوه. A and B or C in each section of the spinner so that has a good chance. Has a good A has a good chance. B has a poor chance. C has no chance. يعني ايه؟ يعني هو he has a spinner. Spinner دي contains 8 parts زي ما انا عملت ايه numbering ليهم كده. اوكي؟ okay. And they have three sections A, B or C.
A has a good chance, B has poor chance, C has no chance. يلا يبقى انا المفروض اكتب اعمل نمبرنج او ليبلنج للسكشن ديت از بير ايه الارقام ديت. اوكي مستر مش فاهم الفرق. ما انا فاهم، انا فاهم. جود تشانس يعني ايه؟ يعني كود بي سيلكتد. انا عندي كام؟ عندي كام؟ 8 8 عندي 8. يبقى جود تشانس يعني كود بي سيلكتد صح؟ بي ميبي ميبي سيلكتد، سي has no chance يعني cannot be selected صح؟ yeah. يعني انا هكتب، يعني انا لو عايز اكتب ايه هكتب ايه فين؟ ايه هنا؟ ايه هنا؟ هنا؟ ايه هنا؟ ايه هنا؟ صح؟ اه اعمل بي هنا بي هنا؟ اعمل 1 2 3 صح؟ ينفع احط نمبر سي في اي سيكشن؟ ليه؟ ليه؟ Because C has no chance. No chance it cannot be written in any section. أصلا. Okay. فهمتوا؟ مش الأقدس؟ صح 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 يا يعني. أنا كنت عاملها أصلا قبل طيب very good. معناها نصر بس ماكس. طيب السؤال ده بقى آخر سؤال هننهي بيه الليسون بتاعنا النهاردة. Draw seven more squares on the grid to complete this symmetrical pattern. يعني هو يعني انا عندي كده symmetrical pattern. And خلاص خلاص يبقى هو عندي he has a pattern and he need me to complete it to have ايه؟ To have what? A symmetrical pattern. يلا. يبقى ممكن أول حاجة هشوف ايه؟ أنا عندي هنا square، هنا square هو عايز يرايت كام؟ خلي بالك 7. يبقى I need me to draw 7 patterns. Take care. يبقى انا سكوير اهو، ده هنا symmetrical. سكوير جنبيه symmetrical، يبقى انا جنبه هنا اهو وعمل ايه؟ عمل سكوير اهو. هو عايز يعمل 7 بس؟ اهو صح كده؟ طيب الناحية التانية عندي 2 سكويرز هنا، المفروض يبقى في هنا يبقى مقابلهم 2 سكوير تانيين صح؟ اهو صح يا مستر؟ صح كده؟ وادي سكوير تاني. اوكي؟ طيب هو قال لي ايه؟ قال لي السيمتريكال صح؟ يحيى لا لسه يحيى انا بحل. اوكي؟ طيب هنا في سكوير هنا يبقى انا المفروض اعمل كام سكوير جنبه هنا عشان اعمل عشان افورم الايه؟ افورم الشيب. اهو. صح كده معايا؟ يبقى انا كده عملت كام سكوير؟ تعالى نعمل ماركينج ليهم. ادي انا 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 نسيت 2 سكويرز. ايوه ممكن اعمل سكوير هنا اهو برضو عشان يبقى سيركلر باترن وسكوير تاني هنا مستر برضو ممكن. ايوه هنا وبرضه مستر ممكن نقفل السكوير اللي هو على اليمين اللي قدام قفلته يبقى كده عملت سيفر سكويرز اهم سيركلر باترن صح ولا غلط؟ ممكن برضه نعمل على اليمين اللي فوق تمام نقفل السكور خالص تمام ايه رايكم كده؟ انا قفلت حد فاهم حاجه النهارده كده معانا؟ انا حليتها انا طيب لسه النهارده هبعتها لكم ان شاء الله على طول يا ريت بليز لو سمحتوا كلنا نراجع لسن تاني ركز معايا اياد ركز معايا اياد اياد ركز معايا بليز ان شاء الله السيشن اللي اخدته النهارده احنا خلصنا المنهج عملنا ريفيجن النهارده هبعت لكم الليسون النهارده يا ريت تتعمل لها ريفيو وستادينج كويس جدا اوكي ان شاء الله الحصه الجايه